قمة الجولة القادمة من بريمير ليج، مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد. السيتي خارج من فوزين على تشيلسي، واحد في الدوري واحد في كاس الاتحاد الانجليزي باكتساح. بعد كده خرج النهاردة في الكاراباو في ربع النهائي أمام ساوثهامبتون بدون تسديد على المرمى، فأداء مخيب للأمال بشكل كبير جدا. وعنده مانشستر يونايتد في الجولة القادمة. في المقابل مانشستر يونايتد بيعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية مع تنهاج، انتصارات متتالية في كل شيء، في كاس الاتحاد الانجليزي، في الكاراباو كاب، وفي الدوري متمسك جدا بحظوظه في التوب فور. شايف القمة ازاي؟ برضو أي مكانت المعطيات، الأفضلية لازم تروح لمانشستر سيتي. مباراة كأس الكاراباو مش مقياس، الراجل لسه مكتسح تشيلسي 4-0 وقبليها 1-0، فيعني مع جوارديولا ما تقدرش تقول في مرحلة انهيار. عادي ممكن مباراة يبقى فيها اوفر كوتشنج فيخسر، او الموضوع مش يكسب كل الماتشات يعني بالزبط. مش مطالب يعني، فعادي جدا ان هو يخسر. وبعدين هو خسر المباراة الاقل تركيزا على الاطلاق كأس الرابطة يعني. فلا، ما انا بشوف ان الافضلية برضه هتروح لمانشستر سيتي بشكل كبير. يعني هل القمة دي لو جيت مسكتها قبل القمة اللي فاتت اللي اكتسح فيها السيتي يونايتد في ملعب الاتحاد، هل انت شايف نفس المعطيات تقريبا ولا في تفوق شويه لمانشستر؟ تفوق شويه، في مش تفوق، في تقدم لمانشستر. تقدم، برافو عليك، تقدم لمانشستر عن مستوى المباراه الاولى، ولكن يبقى بس مش هتوصل ل6-3 والحاجات اللي هي كانت هتبقى الفوارق قليله. مش توصل اصلا 6-3 دي خادعه، هي المفروض انها 6-1 ولا 6-0. 6-3 دي بعد ما الدنيا ريحت. لكن لا، بس الفرق كبير يعني، ما تقدرش تقول ان هو 50-50. لا، في بتاع مثلا 60-70% تروح لمانشستر سيتي. ولو تنهاك تعصر امام سيتي جوارديولا خالص ولا اي حاجه.